السلام عليكم، تحية طيبة إخوان. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غادي يكون قصير بزاف. هذا الفيديو درته لأنه مطلوب مني بزاف بزاف الناس كيطلبوا مني أنني نشرح لهم كيفاش يمكن لهم يمشيو لمطار إسطنبول الجديد، وكيفاش يمكن لهم يمشيو لمطار الصبيحة. جبت لكم اليوم واحد الفيديو مصور من عين المكان، من المحطة اللي يمكن تمشيو فيها بجوج المطارات بجوج، وأيضا هذه المحطة يمكن لك تمشي فيها أيضا للمستشفى أنصار هاستانيزين، يمكن لك تاخذ المترو. هذه المحطة متواجدة بساحة مترو أقصاراي، ومعروفة أقصاراي منطقة معروفة شعبية ومعروفة جدا جدا، وتعرف نسبة كبيرة من الجالية المغربية المقيمة بإسطنبول وبتركيا بصفة عامة. أقصاراي منطقة مشهورة. هذا الفيديو فيه بزاف ديال الشرح، شرح مفصل ودقيق على البلاصة اللي يمكن لك توقف فيها وتاخذ فيها سواء الهافابيس اللي كيدي لمطار صبيحة إسطنبول، أو سواء هافايست يعني اسم ديال كار هذا او حافله. الحافله اللي كتدير مطار اسطنبول الجديد اسمها هافايست، والحافله اللي كدير مطار اسطنبول صبيحه اسمها هافابيس. السعر 26 ليره باش كتمشي حتى المطار. نورمالمون في الاول كانوا كيقبلوا كارت اسطنبول يعني كارتا ديال الطوبيس، دابا كيقبلوا الكاش او كارت كريدي او كارت جيشي او الكاش، ما كيقبلوش السولد اللي تيكون عندك في لاباراي ديال كارت اسطنبول، ما بقاوش كيقبلوه. في الاول كيقبلوه، هادشي غير جديد غير مؤخرا تابليكا، ما غاديش تلقى لاباراي ديال البيس باش تخلص فيها في هاد الكارت. دونك كتخلص كاش 26 ليره، ما يعادل تقريبا واحد 35 درهم حتى 40 درهم مغربيه. هذا فيما يخص التوجه الى المطار. وفي نفس المحطه، المحطه ديال مترو اكساراي، يمكن لك تاخذ مترو اكساراي. الناس اللي كيسولوني كيفاش نمشي لمستشفى انصار هاستانيزي من نفس المكان، يعني هذه الساحه ثلاث عصافير بحجر واحد، فيها كزدي اسطنبول صبيحه، فيها كزدي اسطنبول الجديد، ومنها تقدر تمشي لمستشفى انصار هاستانيزي. اللي جاوني بزاف ديال الرسائل في البريد، الناس كيسولوني بزاف كيفاش نمشي لمستشفى، ما عرفتش نمشي لمستشفى. دونك الجواب في هذا الفيديو اللي غتشوفوا دابا بعد قليل. تبقاو حتى الاخر، تبعوا الفيديو حتى الاخر، لانه جاي لا فيديو اللي كيشرح لكم بالضبط المكان، صورته من عين المكان من اجلكم. وفي الختام كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد لكل المغاربه والمتتبعين ديال قناه ميمون فلوغ، والمتتبعين ديال صفحه جمعيه اليد في اليد، والمتتبعين ديالنا عبر الفيسبوك الخاص بميمون. وايضا كنبقى نقدم تهنئه كبيره اخرى للاسره الملكيه وللشعب المغربي كافه بمناسبه عيد العرش المجيد. وتحيه لكم وديما مغاربه، وفيف لو ماروك، وتبارك الله عليكم كاملين. وما ننساش ندير واحد الديديكاس وواحد التحيه للاهل ديالي وعائله بام سعود في المغرب، حي جديد كل ميمه، خويا مراد، خويا فؤاد، خويا عبد النبي فاس، الام ديالي والوالده ديالي والاخوه ديالي كاملين، وكاع العائله كلها كنبغي ندير نهدي ليها واحد الديديكاس كبير 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 بزاف. كنشكركم بزاف وتحيه طيبه لكم، ومزيد من التوفيق والتالق ان شاء الله. وهذه القناه غادي تستمر بفضل الدعم ديالكم. واليوم تقريبا دازت واحد تقريبا اسبوع على تاسيس هذه القناه الجديده. الحمد لله قدرت نوصل ل 205 ديال لي زابوني، باقي واحد 800 ابوني تقريبا باش نوصل 1000 ابوني، باش يمكن لي ندير لكم لايف مباشر من اليوتيوب. وهذه الشروط ديال اليوتيوب، انك باش دير لايف خاصك على الاقل توصل ل 1000 ابوني. كنتمنى تعاونوني باش نبقى ندير لكم لايفات ان شاء الله من اليوتيوب مباشره. وتحيه لكم. الناس غادي تلقاو هذا الفيديو ايضا محطوط في الصفحه ديال الجمعيه فيما بعد، الان سوف يوضع على قناه يوتيوب. ديروا جيم، بارطاجي، ابوني، وخلي كومونتير، وخلي الاسئله ديالك في كومونتير، وغنجاوبوا على كل شيء. تحيه طيبه لكم. كان معكم ميمون بام سعود، الكاتب العام لجمعيه اليد في اليد بتركيا. السلام عليكم الاخوان، الناس اللي كتسول على المحطه اللي تركب منها للمطار. بون بعدا غادي نوريكم هذه المحطه ديال المترو، ها هي حيت مقاربين. هذه المحطه ديال المترو، ها هي، هذا مترو اكساراي. الناس اللي كيعرفوا اكساراي باينه، هذه الساحه ديال اكساراي. اكساراي كامله محسوبه من هنا. ولا قطعتي الشارع من لهيه، الا قطعتي الشارع من لهيه يوسف باشا، الا قطعتي الشارع من هذيك الجرده من لهيه يوسف باشا، ومن هذه الجهه انت كتشوف المترو ديال اكساراي. الناس اللي بغاو يمشيو للمستشفى انصار يمشيو له من هنايا. هذا المترو كيدير اوتوغار اسيلنر، مندراس، مندراس كتنزل وكتمشي للمستشفى ديال انصار. الناس اللي بغاو يمشيو للمطار ديال اسطنبول الجديد ولا ديال صبيحه، من تقسيم من هذه البلاصه نيت
حدا المترو هاو ها المترو ها وحده كاين واحد التيرمينيس طوبيس ها هو حدا هنا كتستنى كل 45 دقيقة كيدوز كار غادي للمطار كل 45 دقيقة كيدوز كار غادي للمطار كيدوز كار ديال ها انتوما محطة الطوبيس كتشوفوها كيدوز كار غادي لإسطنبول صبيحة وكيدوز كار غادي لإسطنبول هافاليماني اللي هو إسطنبول مطار إسطنبول الجديد هادشي اللي كاين بالنسبة اللي بغا يركب من أكساراي للمطار ديال إسطنبول الجديد ولا صبيحة راه هاد البلاصة ديال أكساراي معروفة وهاديك الجردة كيكونوا فيها الجردة كيكونوا فيها العرب بزاف السودانيين والمغاربة هاديك الجردة لهي حدا ديك الجردة من موراها الشارع كيخرج لك المحطة يوسف باشا ديال التراموي تماما وهنا كاين المترو هاد بلاصة المترو هذا هو المحطة ديال البيس اللي تستنى فيها هنايا هنا كيدوز الطوبيسات وكيدوز الكار ديال هافا ليماني اللي كيدي لإسطنبول وهذه الساحة ديال مترو أكساراي هذه هي الساحة ديال مترو أكساراي كاملة ها هو مترو أكساراي ها هو ها هي نكبر لكم الصورة باش تبان لكم واضحة أكساراي مترو كان هذا الفيديو قصير تبارك الله عليكم الإخوان.